بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعزائي الطلبة، في مراجعة عامة لمجال الآداب والأخلاق مع درس الحياء للصف التاسع، في نهاية هذه المراجعة يتوقع منا بحول الله عز وجل أن نكون قادرين على الإجابة على كل الأسئلة المتعلقة بدرس الحياء بحول الله تعالى. أهداف مراجعتنا لهذا اليوم: سنراجع تعريف الحياء، ثم نستذكر فضائله من النصوص الشرعية، ونفرق بين الحياء الفطري والحياء المكتسب، ونعدد معا أبرز مظاهر الحياء، وأخيرا نفرق بين الحياء وبين الخجل. الحياء أيها الأحبة، سنتعرف على مفهومه وفضله وأنواعه ومظاهره وثمراته والفرق بينه وبين الخجل. إذن سنبدأ بالحديث عن مفهوم الحياء. الحياء خلق كريم يبعث على فعل الجميل وترك القبيح من الأقوال والأفعال مرضاة لله تبارك وتعالى. إذن الحياء هو خلق كريم وقيمة عليا تدفع صاحبه، يدفع الخلق هذا صاحبه على فعل الشيء الجميل وترك الشيء القبيح، سواء كان هذا الشيء من الأقوال أو الأفعال، كل ذلك مرضاة لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يحب من عبده أن يكون حييا، وإذا كان الإنسان حييا تعرض لنفحات الله تبارك وتعالى ولمرضاة الله عز وجل، فتخلقوا بهذا الخلق الكريم الذي يحبه الله تبارك وتعالى. هذا هو مفهوم الحياء وتعريف الحياء. ننتقل الآن إلى فضله، للتعرف على فضل الحياء. الحياء كما ذكرت لكم كله خير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، أي أن كل ما يأتي من الحياء سيكون خيرا لصاحبه بإذن الله تبارك وتعالى. ثانيا، الحياء خلق يحبه الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر. إذن الله عز وجل يحب هذا الخلق، فإذا أحب الله شيئا وجب على محبي ربهم، على المؤمنين بخالقهم، أن يحبون ما يحبه الله تبارك وتعالى. ثالثا، هو شعبة من شعب الإيمان، كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، حيث قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء خصلة من خصال الإيمان، فمن تمثل بالحياء فقد تمثل بشعبة من شعب الإيمان، واتصف بصفة الإيمان بالله تبارك وتعالى. رابعا، الحياء خلق الإسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. خلق الإسلام هو الحياء. خامسا وأخيرا، هذا خلق حث عليه الأنبياء والمرسلون قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. إذا لم تستح،
إذا لم تستح فاصنع ما شئت، وكأن الحياء هو الرادع عن فعل كل الرذائل وفعل كل الأشياء التي لا يحبها الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو ملخص فضل الحياء، فهو خير وشعبة من شعب الإيمان، وهو خلق يحبه الله عز وجل، والحياء هو خلق الإسلام، وقد حث عليه الأنبياء والمرسلون قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنواعه فهو نوعان: فطري ومكتسب. ما معنى فطري؟ فطري هو ذاك الحياء البسيط الذي يولد مع الإنسان، كحياء الطفل مثلا حينما تنكشف عورته. أما المكتسب فهو الذي يتدرب المسلم على اكتسابه دوما، ويكتسبه من دينه فيمنعه من فعل ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، كما يدرب أحدنا نفسه على البعد عن الحرام والبعد عن الرذائل والبعد عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى يوما بعد يوم. هذا التدرب يكون مكتسبا، لأنك ستحصل في نهاية المطاف خلقا عظيما يسمى خلق الحياء. فمن ستر عورته وهو راشد وكبير، هذا يدل على أنه يحترم نفسه ويستحي من نفسه ومن الناس، والأعظم من ذلك أنه يستحي من الله تبارك وتعالى. ومن غض بصره عن الحرام، هذا الأمر يحتاج إلى دربة وإلى زيادة إيمان بالله تبارك وتعالى وتعلق به وعدم إغضابه عز وجل، فكل ذلك يعتبر من الأمور التي يسعى المسلم إلى اكتسابها فيأتي بها واحدة بعد أخرى، لذلك يسمى مكتسبا وهو غير الفطري. بل المكتسب هو الذي نبنيه على الحياء الفطري الذي يولد معنا حتى يكون حياء مكتملا يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى عنه. الآن أحبتي الطلبة، سنتحدث عن مظاهر الحياء. مظاهره تتمثل فيما يلي: أولا، الحياء من الله تبارك وتعالى. ثانيا، الحياء من الناس. ثالثا، الحياء من النفس. ومعنى الحياء من الله تبارك وتعالى يكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه والإخلاص في العبادة. فلا يسمى الإنسان حييا من الله تبارك وتعالى إلا إذا كان متبعا أوامره. نفترض أن إنسانا ما لا يصلي الصلاة في وقتها، فضلا عن أنه لا يصلي مثلا أبدا، فهل يكون هذا حييا من الله عز وجل إطلاقا؟ الذي يرتكب النواهي ويرتكب شيئا محرما أو محرمات دون توبة ودون عودة إلى الله تبارك وتعالى، مثلا يأخذ أغراض زملائه في الصف دون علمهم، يريد أن يأخذ حقوق الآخرين أو أن يغضب الله تبارك وتعالى أو أن يرتكب أي محرم دون مراعاة مراقبة الله عز وجل، فهذا الإنسان لا يكون حييا من الله عز وجل. ثانيا، الحياء من الناس كمثل أن تكف أذاك عنهم. إذا كف أحدنا أذاه عن الناس يكون متمثلا في مظهر من مظاهر الحياء، ألا وهو الحياء من الناس وترك المجاهرة بالمعاصي أمام الناس، لأن المجاهرة بالمعاصي تعتبر معصية أخرى، وكأنك لا تهتم لا بنفسك ومراقبة الناس لك ولا بمراقبة الله عز وجل لك. أما بالنسبة للحياء من النفس، مثلا العفة بستر العورات وتجنب الفواحش، وأن يكون قلبك نظيفا مع الله، وأن تكون جوارحك بعيدة عن الحرام. بعد ذلك نتحدث عن ثمرات هذا الحياء. ما هي الثمرة المرجوة من تنفيذ الحياء وجعله سلوكا بعد أن كان خلقا؟ من هذه الثمرات التقرب من الله تبارك وتعالى بالإقبال على الطاعة وهجر المعصية.
كلما زاد الحياء من الله، كلما زادت علاقتك بالله وأقبلت على الطاعة أكثر، لأنك تستحي أن يراك الله تبارك وتعالى في غير المكان الذي أمرك فيه. ثانيا، نيل محبة الله تبارك وتعالى ومحبة الناس. فالإنسان الذي يكون حييا يحبه الله، لأن الله يحب الحياء ويحب أهله، وأيضا الناس يحبون صاحب الحياء ويكرهون الإنسان الوقح والمزعج. ثالثا، إكساب المسلم الوقار والهيبة. يكون هذا المسلم عنده وقار بسبب الحياء. وأخيرا، ستر الله لك في الدنيا وفي الآخرة. فالستر أيضا من ثمرات الحياء. سترني الله وإياكم في الدنيا وفي الآخرة. أخيرا، سنتحدث عن الفرق بينه وبين الخجل. أيها الأحبة، هناك أناس يخلطون ما بين الحياء وبين الخجل. في البداية والفاصل الكبير أن الحياء خلق كريم، أما الخجل فهو صفة مذمومة. فالخجل يؤدي بصاحبه إلى ما لا يرضاه الناس ولا يرضاه الله تبارك وتعالى، بخلاف الحياء الذي هو صفة محمودة يحبها الله تبارك وتعالى ويحبها الناس. وقد أثنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار فقالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين. لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فالحياء لا يمنع صاحبه من السؤال في طلب العلم. فإذا كنت داخل الصف وشرح المعلم درسه وهناك فكرة في الصف لم تفهمها، هناك اثنان من التصرفات: أولا، إما أن تمتنع خجلا فلا تسأل المعلم عن تلك المعلومة التي فاتتك، هذا يسمى خجل لأنه شيء معيب. أما الحياء فيطلب منك أن ترفع يدك بأدب واحترام وتسأل المعلم عن تلك المعلومة التي فاتتك، وحين ذلك ستكون متصفا بصفة الحياء. أما إن لم تسأل حياء كما يقول الناس فهو خجل وليس حياء، فقد فاتتك المعلومة وذهب عنك العلم، وأنت تظن نفسك أنك متصف بالحياء ولكن الواقع والحقيقة غير ذلك. إذن وبشكل مختصر، الحياء خلق كريم يدفع صاحبه إلى الشيء الطيب سواء كان قولا أو فعلا. أما الخجل أيها الأحبة فهو صفة مذمومة يمنع صاحبه من طلب العلم أو قول الحق، بخلاف الحياء. تعالوا بنا الآن لنسأل بعض الأسئلة للتأكد من فهمنا لمراجعة درس الحياء. السؤال الأول: هو خلق كريم يبعث على فعل الجميل وترك القبيح من الأقوال والأفعال مرضاة لله عز وجل، ذلك هو تعريف لخلق المحبة أم التسامح أم الحياء أم حسن الظن؟ ما الجواب؟ الحياء. أحسنتم وبارك الله فيكم. السؤال الثاني: هناك نوعان للحياء، أحدهما الحياء الفطري وهو الذي يولد مع الإنسان، يكتسبه المسلم من دينه، يتعلمه من تجارب الحياة، يكون فقط عند أصحاب الفطرة السليمة. أحسنتم، هو الذي يولد مع الإنسان، وبارك الله فيكم. السؤال الثالث: هناك أحاديث كثيرة وردت في فضل الحياء، أذكر واحدا منها. هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. وهناك أحاديث كثيرة أخرى.
السؤال الرابع: ما الفرق بين الحياء والخجل؟ الحياء خلق كريم، أما الخجل فهو صفة مذمومة. خامسا: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير؟ أي أن الحياء كله خير. وفي النهاية أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأشكركم على حسن إصغائكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.